اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا مباراه الامس الاهلي والمقصه مباراه كانت غايه في الاهميه، الاهلي تفوق فيها بنتيجه كبيره 4-1، وكان كمان ممكن يحقق اهداف اكتر من كده من خلال عدد اهداف ممكن كان يزيد عن هدفين كمان عشان تبقى 6-1 او 5-1 كلام من ده يعني. لكن الاهلي عمل مباراه كبيره، واللي يهمنا دايما قبل مباراه كايزر تشيفز ان احنا اطمننا على الفرقه، الحاله المعنويه ممتازه، الاهلي قدر من خلال المرحله اللي فاتت دي اللي بتتمثل في ايه؟ اللي كانت بتتمثل في 4 مباريات في بطوله الدوري ان هو يخرج بالمعادله الاصعب. ايه هي المعادله الاصعب؟ انك توصل لمباراه كايزر تشيفز بجاهزيه فنيه وبدنيه جيده، ومن الجانب المعنوي يكون في اعلى معدلاته وباقل معدل اصابات. الحمد لله الحمد لله ما فيش تقريبا اصابات في صفوف النادي الاهلي. علي لطفي هيكون مع الفريق ان شاء الله في المغرب، والتر بواليا موجود، محمد هاني رجع امبارح ما شاء الله كان كويس جدا في ال10 دقائق اللي لعبهم، فبالتالي مكاسب كتير جدا بالنسبه للنادي الاهلي، بالاضافه لتالق واستمرار التالق لبعض اللاعبين على مدار ال4 مباريات. ممكن الحاجه الوحيده بس اللي وقعت مننا في المرحله دي هو التعادل مع بيراميدز، وكان في ايدينا قوي ان احنا نكسب بمنتهى الايه؟ وانتهى السهولة يعني، لكن النصيب يعني. لكن في كل الأحوال أنت خرجت بأكبر نسبة مئوية ممكنة من الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية للمباراة الأهم. خلينا نبقى متفقين كده، أهم ماتش للأهلي إيه؟ أهم ماتش للأهلي ماتش كايزر تشيفز، هنتكلم عنه بتفاصيل.